في الفاصل انا وانت بتقول انا كنت في ايطاليا وجات لي فتره معايشه في نادي اودينيزي، احكي لنا ايه اللي حصل. الاول كان نادي اودينيزي بعت للنادي عندي في دجله، بعت لمستر ماجد ان هم عايزين يشوفوني فتره معايشه وكده، فجالي ورحت السفاره وحدد السفر والوقت والكلام ده. بعد كده طلعت ورحت وسافرت هناك. اول يومين اتمرنت مع البي تيم عشان هم كانوا عندهم ماتش في نفس اليوم في اللي انا رحت الدوري. فيه، فقالوا لي ان انا العب مع هتمرن مع البي البي تيم تيم. الفريق التاني يعني. البي تيم هتمرن معاهم تمرينه وبعد كده هطلع معاهم. اتمرنت مع البي تيم اول يوم تمرينه وبعد كده ريحت. بعد كده بقى اتمرنت مع الفريق الكبير الفريق 10 الاول. ايام او 11 يوم مع الفريق الاول، وكان في ماتش ودي كان معاهم، فالحمد لله يعني كنت لعبت ماشي بشكل كويس. لعبته، جبت جون كويس. وعملت اسيست يعني، وكنت ماشي كويس جدا لحد ما نشوف بقى الدنيا ماشيه على ايه يعني. وايه اللي حصل بقى يعني بعد خلصت ال 10 ايام ورجعت وفي مفاوضات ما بين ايوه اداره بين وادي دجله واداره هم بقى اودينيزي. الحاجات بقى المفاوضات والكلام ده، ويشوفوا بس بقى الحمد لله ربنا وفقك الحمد لله. في ال 10 ايام وفي المباراه الوديه اللي انت لعبتها. حتى كان ردود الافعال من الناس هناك ومن المدربين وكل الناس كانت مبسوطين. مبسوطين جدا. حتى اللعيبه دي يعني لعيبه كبيره جدا داي. يعني. الباك رايت بتاع منتخب الارجنتين اللي بقى تحت ميسي كنت انا بلعب عليه في التمرين. انت باك ليفت بقى فبتلعب قدامه. ايوه بتلعب فدي عليه كانت كان حاجه مبسوط.